بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بدأ الأهلي الموسم الجديد وانطلاقة الدوري بانتصار برباعية، فوز برباعية على فريق المصري على استاد برج العرب، ليتكرر نفس الإنجاز في العام الثاني على التوالي، الفوز في افتتاحية الدوري وعلى نفس الملعب أمام منافس آخر ولكن على نفس الخط بعد الفوز على الإسماعيلي العام الماضي في بداية الدوري بأربعة أهداف مقابل لا شيء. الأهلي يكرر نفس الإنجاز ويفوز في بداية الدوري هذا العام برباعية ولكن على حساب فريق المصري. يمكن مباراة كانت جيدة في جميع المستويات، ولكن أبرز شيء ظهر في مباراة الأمس، والنهاردة عندنا كواليس كتيرة جدا على هذه المباراة وهنحلل تفاصيل كتيرة لها علاقة بالمباراة، وهنتكلم كمان على الاستعداد لمباراة سان جوزيه. ولكن نقطة مهمة جدا أبدأ بها الحلقة، إن الأهلي على طول خرج من أحزان لقاء السوبر، عاقبة مباراة السوبر وتفاصيل لقاء السوبر أمام اتحاد العاصمة الجزائري في المملكة العربية السعودية، وركز في المرحلة القادمة، وبداية التركيز كان أمام فريق المصري في الدوري العام. الفوز برباعية أكيد نتيجة جيدة أداء ونتيجة، ولكن هي بداية الانطلاقة لموسم مليء بالتحديات العديدة. نقفل صفحة الدوري وخلال 72 ساعة نستعد لمباراة في بطولة أخرى، دوري أبطال إفريقيا، وأيضا الدفاع عن اللقب اللي اتحقق العام الماضي، مباراة سان جورج إن شاء الله الإثيوبي يوم الأحد القادم على استاد القاهرة الدولي الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. حلقة فيها تفاصيل وكواليس كتيرة، ولكن عشان وقت الحلقة نبدأ بسرعة بسؤال حلقة اليوم. وسؤال حلقة النهاردة، عايز أعرف من وجهة نظركم، يعني رأيكم في أداء الأهلي أمام المصري، ومن في وجهة نظرك نجم المباراة؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا. وفي الجزء الأخير من برنامج الترند هستعرض أكبر قدر من آراء حضراتكم على رأيكم في أداء الأهلي أمام المصري، ومين من وجهة نظركم كان نجم المباراة. في نجم المباراة أنا عارف ممكن الأسئلة أو السؤال ممكن يكون فيه إجابات كتيرة، البعض ممكن يعتقد أن يكون إمام عاشور، البعض ممكن يرشح بيرسي تاو، البعض ممكن يقول لك لا ده رضا سليم، الاختيارات عديدة، ولكن احنا عايزين نجم واحد في هذا اللقاء. عموما بسرعة نروح لأهم العناوين. البداية في ترند الأهلي، بعد رباعية المصري الفريق يستعد للدفاع عن اللقب القاري، وكمان تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا، وأخيرا في الترند المحلي الإمارات تحتضن معسكر المنتخب أكتوبر المقبل. نروح لجولة من المباريات اليوم، والبداية من استكمال الجولة الأولى من الدوري المصري. الجولة الأولى بدأت أول أمس، ومبارح كانت فيه مباريات، والنهاردة أيضا فيه ثلاث لقاءات. في هذه الأثناء إلا الداخلية متقدم على إنبي، الشوط الأول انتهى منذ قليل وبعد دقائق معدودة هينطلق الشوط الثاني، ولكن الداخلية متقدم على إنبي بهدف مقابل لا شيء. الساعة 7 في مباراتين في توقيت واحد، المقاولين العرب بيستضيف بلدية المحلة، وسموحة السكندري بيستضيف فريق الجونة. نروح بقى لانطلاقة القوة والإثارة والمتعة دوري أبطال أوروبا. احنا بنتكلم في بداية وانطلاقة مباريات دور الـ 32. النهاردة في حوالي 8 لقاءات. الساعة 8 إلا ربع في مباراتين في توقيت واحد، جالاتا سراي بيستضيف كوبنهاجن، وريال مدريد بيستضيف في يونيون بيرلين. الساعة 10 من مساء اليوم 6 لقاءات في توقيت واحد، بايرن ميونخ بيستضيف مانشستر يونايتد، لقاء قمة مبكر. بنفيكا بيستضيف ريد بول سالزبورغ، وريال سوسيداد بيستضيف انتر ميلان. سبورتينج براغا بيستضيف نابولي، وارسنال بيستضيف بي اس في اندهوفن، وفي الختام اشبيليه بيستضيف لانس. دي ابرز مباريات اليوم. طبعا مباريات الدوري المصري البداية والانطلاقة جيدة، التصوير، الملاعب بشكل مناسب، نتمنى حضور جماهيري أكتر خلال المراحل القادمة، ولكن المتعة كلها هتكون مساء اليوم في استعراض مباريات دوري أبطال أوروبا، واليوم أول 8 لقاءات في هذه البطولة. نخرج إلى فاصل ثم نواصل. طيب، ماتش الأهلي والمصري امبارح، المكسب فيه على فكرة قد يكون منطقي أو طبيعي، أو مش من الأمور اللي ممكن تبقى صعبة على الأهلي في افتتاحية الدوري إن يفوز على الإسماعيلي أو المصري أو الاتحاد وتبقى مباراة جماهيرية وشعبية، لأن الأهلي بالتأكيد هو المرشح الأول في كل سنة للفوز ببطولة الدوري. ولكن الشيء الإيجابي اللي ظهر في مباراة امبارح
والكل كان مستني انطلاقة الأهلي في الدوري عشان حاجة واحدة بس، أنت خسرت لقاء السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، الوقت كان ضيق جدا، أنت يعتبر ما عملتش تدريبات واستعدادات لمواجهة المصري، أنت لعبت المباراة يوم الجمعة، رجعت يوم السبت بالليل في ساعة متأخرة، يوم الأحد كان أجازة، اتمرنت تمرينة واحدة، يوم الاثنين سافرت منها على طول على برج العرب لعبت التلات. هو الموسم السنة دي كله هيمشي بالشكل ده على فكرة، يعني محدش يستغرب شوية من الترتيبات اللي موجودة ما بين كل مباراة، الموسم السنة دي كله هيبقى كده، ممكن من ماتش للتاني ما تتدربش إلا تدريبة أو اتنين بالكتير، وممكن تطلع وتسافر وتبقى رايح جاي، أو ممكن تلعب مثلا على مدار تلات أسابيع حد وأربع حد وأربع حد وأربع، ممكن، وفي بداية موسم ده وارد، لأن الموسم السنة دي فيه يعني أحداث كتيرة جدا وفيه بطولات ومباريات كتيرة جدا، ولكن الجزئية المهمة هي حاجتين، أولا ما كانش فيه وقت للتدريب والاستعداد للقاء المصري، ما كانش فيه وقت لمذاكرة فريق المصري بشكل مناسب في ظل ان فريق المصري السنة دي مغير نص الفريق، عدم عامل صفقات كتيرة، كابتن علي ماهر لسه متولي المسؤولية فعامل شكل جديد للفريق، بنفس الامر كمان انت كمان طالع من ماتش السوبر زعلان متضايق، بطولة كنت اقرب اليها بنسبة كبيرة جدا، جمهور كبير كان حاضر المباراة وكأنك كنت بتلعب مثلا في استاد القاهرة، فكان فيه زعل، ولكن عشان تقدر تخرج من الزعل ده بسرعة قدر كولر ينجح في الجزئية دي، لأن المعلومات اللي عندي والكواليس اللي عندي إن كولر اشتغل على الجانب النفسي أكتر من الجوانب الفنية والبدنية قبل لقاء المصري. كولر كان كل اللي يهمه أولا الجهاز المعاون اللي معاه ما يكونش زعلان ومتضايق بشكل كبير قوي، لأن الانطباعات دي لو اتصدرت للعيبة هتأثر على اللعيبة أكتر قبل مواجهة المصري. وفي مثل كده في الكورة أو عرف في الكورة يقول لك إيه، المكسب بيجيب مكسب أو الخسارة بتجيب خسارة، فالراجل ما كانش خلاص ماتش السوبر خسرناه، ماتش وانتهى، بطولة وانتهت، مش هنقف عندها كتير، لازم نركز على ماتش المصري، فكان نفس الرسالة بيوجهها للعيبة. ولو تلاحظوا حتى كولر امبارح حتى بعد المباراة بيهزر مع اللعيبة سواء لعبت أو ما لعبتش، لأن أو ما لعبتش في المباراة، لأن كولر بيتعامل مع الجانب النفسي بجزء يعني بنسبة كبيرة جدا، الشغل الفني مطلوب، الجانب البدني مطلوب، ولكن العامل النفسي والمعنوي الراجل بيهتم جدا بالتفاصيل دي، لان هي بتفرق، لان هو قدر يدرس طبيعه اللاعب المصري، قدر يتعامل مع الجمهور المصري، فعارف الجمهور المصري وجمهور الاهلي ايه اللي بيزعله، ايه اللي ممكن ياثر عليه، ايه اللي ممكن يصدر له ضغوط، فبيتعامل بالجزء المعنوي ده بشكل كبير جدا، فالجانب النفسي والمعنوي نجح فيه بنسبه كبيره. ماتش امبارح بقى حاجه تانية، مش فكره المكسب بالرباعيه او بالاهداف وجمال الاهداف، لا، شفت رضا سليم، شفتوا إمام عاشور، شفتوا الصفقات الجديدة إزاي دخلت بسرعة، لسه كمان موديست، أنتوني موديست المهاجم الفرنسي لسه أكيد ماتش سان جورج ومش هيكون موجود فيه لا الذهاب ولا الإياب، ففرصة أعتقد من هنا لغاية يوم 29/9 في حوالي 19 أيام أكيد الجهاز الفني هيعمل برنامج بدني لأنتوني موديست، ولكن اللافت للنظر جمال وحلاوة وأهداف رضا سليم. رضا سليم مش بيسدد، رضا سليم بيركن. اللعبة دي على فكرة اتقررت كتير في الدوري المصري، بس الفرق بين لاعب وآخر في لاعب بيركن وفي لاعب بيسدد. رضا سليم لاعب موهوب فركن، فالكرة راحت بالشكل ده، مش بيسدد في أي زاوية وخلاص. بيرسيتاو نفس الأداء، بيركن مش بيسدد، بيموه وبيرقص ويركن في البعيدة وبيركن في البعيدة، ده الجون التاني والتالت كده لبيرسيتاو. فحلاوة وجمال الأهداف فيه تحركات وفي طريقة التسديد عند رضا سليم وعند بيرسيتاو. إمام عاشور شوفوا الباص منين، من قبل نص الملعب. إمام عاشور ياما كان بيعمل الباصات دي كانت بتطلع تجيبها من المرمى بره، لا، لكن الباص لإمام عاشور مع بيرسيتاو لا، وضع مختلف، عمل الباص راح بيرسيتاو خد الكورة استلم ضم لجوه شاط في البعيدة. دي اللمسات الجمالية بقى، يعني 22 لايقة عليك يا إمام، رقم 22 لايق عليك، ليه؟ بالناحية الجمالية اللي انت بتأدي بيها، بالهارموني والتكتيك والشغل الجمالي اللي احنا شفناه في الملعب. إمام عاشور ظهر بشكل مناسب وبشكل جيد جدا في ماتش السوبر، ولكن كان داي اوف للكل. شوفوا بقى كمان الجون الرابع، أحمد عبد القادر اللي نازل بديل ازاي بمزاج عالي بيعمل كورة فيها اسيست لكريم فؤاد، ويجي الهدف من كريم فؤاد اللي لسه راجع بعد فترة غياب طويلة وإصابة لفترة طويلة، يحرز هدف يكون فيه توفيق كبير جدا من عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني الفكره مش في مكسب الرباعيه، الفكره في التفاصيل اللي في الرباعيه. تفاصيل الرباعيه في ايه؟
إمام عاشور دخل خلاص في تشكيل الفريق وفي كيمياء فريق الأهلي، فهم دماغ كولر. كولر كان عايز الحتة دي، القطعة دي كان محتاجها في نص الملعب، خاصة بعد ما تم بيع حمدي فتحي إلى الوقرة القطري. بيرسي تاو كواليتي لعيب أجنبي ما شفتوش في الدوري المصري منذ سنين، يعني من سنوات ما شفتش كواليتي بيرسي تاو في الدوري المصري بالأداء والشكل ده. كريم فؤاد ربنا بيكرمه، واللعيب يعني تعرض لإصابة طويلة وبعد فترة طويلة بعد ما تعور في مباراة بيراميدز، لكن ربنا كان كرمه كبير عليه وقدر في أول عودة ليه إنه يحرز هدف بالشكل الجميل ده. أفشى التغييرات، كون إنك تيجي في الدقيقة 80 تعمل 5 تغييرات مرة واحدة عشان تقول للناس دي رسالة، أنا عندي تيم تاني بره، ينزل عبد القادر وطاهر وكريم ومروان عطية ومحمد مجدي أفشى، 5 لعيبة نزلوا مرة واحدة في تغيير واحد في الدقيقة 80، وإنك تكمل بالتشكيلة الأساسية لغاية الدقيقة 80، ده معناه إن أنت عندك عناصر بتأدي بشكل كويس وعندك فريق تاني موجود على الدكة بشكل كويس. دي أبرز العناوين اللي كنت عايز أتكلم عليها في مباراة الأهلي والمصري، ولكن الجزء المتعلق بالتحليل هيكون من خلال محلل الأداء وعبر زوم حمادة الشناوي، عامل بعض العناصر الفنية والأجزاء الرقمية في تحليله لمباراة الأهلي والمصري، لأن ماتش امبارح بخلاف العناصر أنا اتكلمت عليها في أمور تانية أكيد لازم نركز في التفاصيل بتاعتها، لأن دور محلل الأداء بيظهر لك بعض النقاط اللي انت ممكن مش شايفها في الملعب، وده بيبقى اكيد بعد نهايه المباراه بتكتشف بقى وبتستكشف الملعب النهارده والفرقتين النهارده ايه النقاط الايجابيه وايه النقاط السلبيه. برحب بك يا حماده، مساء الفل عليك، وعايز اسمع منك بقى تفاصيل كتيره من خلال شاشه برنامج الترند عشان نعرف من خلالك ابرز الارقام والصور اللي تتكلم عليها بخصوص ماتش الاهلي والمصري. تحياتي ليك يا محمد، وتحياتي طبعا لكل متابعي قناه النادي الاهلي. اتفضل بقى اعرض ما عندك، لان انا عارف انت عندك تفاصيل كتيره النهارده في موضوع التكتيك والحالات والتحركات لبعض اللاعبين. بالظبط، واحنا عندنا حالات كتير النهارده وتفاصيل فنيه كتير ممكن نتكلم عليها. ممكن نبدا بحاجه فنيه كده كنت حابب اتكلم عليها في البدايه، هي الابجريد اللي حصل في الخط الامامي للنادي الاهلي في فكره المراوغه. كنا زمان او من سنتين فاتوا احنا كنا بنعاني من فكره اللاعب اللي بيروح على المدافع ويرقصه، اللاعب الجريء الشجاع اللي بيروح على المدافع ويرقصه. خلي بالك من التفصيله اللي انا بقولها دي، لان في احيان كتير بيبقى حد او لاعب عنده القدره انه يرقص بس ما عندوش الشجاعه الكافيه انه يروح يرقص. لا، هي الحاجه دي بقت موجوده بفضل طبعا رضا سليم، بفضل امام عاشور، بفضل بيرسي تاو، ففي تنوع من اللعيبه وخلاف طبعا اللعيبه اللي غايبه عن الماتش، لكن انا بتكلم بالتحديد على ماتش المصري واللي كان نقطه تحول في اللقاء النهارده امبارح، بحيث ان الماتش في بدايه الشوط الاول وحتى اخر الشوط الاول الماتش كان معقرب بلغه الكوره بعض الشيء، ما كناش عارفين نخترق فرقه المصري وما كناش عارفين نروح، ولكن مع تكرار المحاولات وتكرار محاوله المراوغه من لعيب النادي الاهلي شفنا بعض الحاجات الفنيه. يمكن اللي فتح الماتش اكتر يا محمد هي فكره الفاولات اللي كان لعيب الاهلي بياخدها. هو كان دايما لعيب الاهلي بيروحوا يراوغوا خط ظهر المنافس فيكسبوا فاولات فيكسبوا انذارات. يعني مثلا رضا سليم وامام عاشور كل واحد فيهم اتعرقل 4 مرات، كسبوا 8 فاولات كانوا سبب في انذارين وطرد طبعا لباهر المحمدي. يمكن معانا الحالات عشان في بعض الحاجات الفنيه اللي هتكلم فيها فكره الشجاعه وفكره ماذا بعد المراوغه ايه اللي هيحصل. يا ريت نعرض الحالات عشان نتكلم عليها. اول حاله معانا ايه؟ دي اول حاله معانا، شوف هنا رضا سليم كان رايح واحد على واحد رايح للمدافع عشان يرقصه، ولكن عايزك تركز ماذا بعد لو تخطى اللاعب رقم 35 في المصري، كان هيروح في مساحه كبيره جدا قريبه من المرمى، كان ممكن يتاح ليه فرصه ان هو يسجل او يسدد او يصنع اي فرصه. دي اللقطة. خش على اللقطة اللي تانية اللي بعدها برضو لرضا سليم، شوف الموقف واحد على واحد كان هيروح انفراد بالمرمى، ولكن باهر محمدي ما كانش عنده أي حل تاني غير إن هو يعرقل رضا سليم وياخد أول إنذار لباهر محمدي. روح للحالة اللي بعدها لبرضو باهر المحمدي، تمام، هي هتكمل بعد الحتة دي. كمل اتفضل. شوف القرار بتاع امام عاشور وقدرته ان هو رايح للمدافع برضه عشان يرقصه، وشوف المساحه اللي كانت هتبقى مفتوحه والفرصه العظيمه اللي كانت هتتاح لرضا سليم. فده كان الحل الوحيد عند لاعبي المصري ان هم يوقفوا خطوره
وحركيه وشراسه لعيبه النادي الاهلي والشجاعه بتاع لعيبه النادي الاهلي ان هم يروحوا للمدافع المصري عشان يرقصوا. الشجاعه دي ما كانتش موجوده في سنين كتير، كانت موجوده في النادي الاهلي، كان عندك جناحات كانت بتخشى او تخاف ان هي تروح ترقص واحد على واحد، فكنا بنعاني بعض الشيء خاصه قصاد الفرق اللي بتبقى متكتله دفاعيا. وانت عارف طبعا يا محمد ان اغلب او 80% من فرق الدوري المصري والقاره بتيجي بتبقى قدام النادي متكتلة. الاهلي بتدافع. أكيد أكيد. طيب عايز أتكلم معاك برضه عن نقطة تانية، دور اتفضل. ومركز إمام عاشور في وسط الملعب وتحركات رضا سليم، هل رضا عنده مرونة يقدر يلعب في الطرف الأيمن والطرف الأيسر؟ مركز إمام برضه في وسط الملعب، مركز 8 ممكن يأدي مركز 6، يعني أنت شفت إيه من خلال تحركات الاتنين إمبارح؟ يمكن نبدا الكلام برضا سليم الاول، عشان امام عندي ليه قصه كده لوحدها هنتكلم عليها لوحدها توضح قد ايه ان احنا كسبنا لاعب عظيم جدا جدا. هو رضا سليم هو في الاساس كان مع فريقه في المغرب كان بيلعب ناحيه اليمين جناح حاضر الخط، يعني رجله القويه خارج الملعب، بمعنى مظبوط ان هو عنده الفرصه الوحيده ان هو يصنع فرصه سواء من خلال العرضيات او ان هو يخش منطقه ال 18 ويعمل نوع من العرضيات اللي هو الكات باك بحيث يلعبها للورا اللي قدمونا من الخلف. دي يمكن كان الاسلوب اللي لعب بيه رضا سليم خلال الفترات اللي فاتت كلها مع الجيش، ولكن النهارده او السنه دي مع النادي الاهلي اول ماتش ليه في الدوري المصري بيتغير المركز بتاعه، وشفنا ان رجله القويه بقت جوه الملعب وبقى عنده فرصه ان هو يسجل. وبالفعل ان رضا سليم يسجل في اول ماتش ليه في الدوري ده باختلاف التوظيف، هو جيد في الحالتين سواء بيلعب ناحيه يمين سواء بيلعب ناحيه الشمال، هو عنده امكانيات كويسه جدا ومحتاج وقت اكتر ومحتاج ان هو يشارك. بالظبط، اما بخصوص امام عاشور هدف رضا سليم بالظبط، معانا اهو. ده هدف رضا سليم بيوضح قد ايه ان هو عنده قدره كبيره جدا على التسديد. ولاحظ كمان يا محمد ان هو شاط برجله الشمال في الاول، بعدين امام عدلها بحرفيه شديده وشاط برجله اليمين بمنتهى القوه، ده دليل قاطع ان رضا سليم مسدد بارع جيد جدا. بس خد بالك هو كمان اعتقد بيسدد في زاويه، يعني هو مش بيسدد وخلاص، ده بيراكم في حته. بالقوه يعني هو صعب جدا على فكره ان انت بالبلدي كده ان انت تشوط الكوره بوش رجلك وتروح وتطوعك في الارض، لان اغلب الكور دي لما بتيجي تلبس في الوش كده بتروح طبعا في السماء، ويمكن أكيد. بتشوف الحاجات دي. طب إمام، ننتقل لقصه امام، عشان امام انا هتكلم عنه في جزء يخص شخصيته ثم جزء يخص القيمه الفنيه اللي عند امام عاشور. امام عاشور الفتره اللي فاتت كان حديث الساعه، كان طالع عنه اشاعه ان هو تشاجر مع محمد الشناوي، وبعض الاقاويل كان بيقولوا ان هو كان سهران، فكان اللاعب مستهدف بعض الشيء، واللاعب لو كان شخصيته ضعيفه كان خرج بره الملعب يا محمد. ولكن شوف اداء امام عاشور في الماتش المصري بيقول لك ان ده لاعب مركز في الملعب بس، مش مركز في اي حاجه تاني غير ان هو يسمع تعليمات المدير الفني ويطلع. النهارده امام بيعمل اسيستين ومقدم ماتش تكتيكي ممتاز. انا معايا حاله فنيه يا ريت نعرضها بالصور يا محمد هتوضح قد ايه يلا احنا بينا. عندنا لاعب بقوه امام عاشور، لاعب قوي تكتيكيا جدا على مستوى الوعي وعلى مستوى حاجات تانيه موجوده هنعرضها من خلال الصور. طيب الصور جاهزه معانا، يلا نبدا اول صوره. اتفضل يا اول شناوي. صوره. الصوره دي يا محمد بعد هدف بيرسي تاو والاسيست العظيم اللي عمله امام عاشور ب 50 ثانيه بالظبط، الاهلي كان في حاله دفاعيه، امام عاشور شايف اللاعب اللي هو على قوس الدايره معاه الكوره، وامام حس ان هو هيلعبها في ظهره فقرر ان هو ياخد خطوتين ونخش على الفريم اللي بعده. هتلاقي امام متمركز، تمام، هتلاقي امام متمركز عشان يقدر ان هو يمنع الباصه ان هي تروح للحد في ظهره عشان ما يستغلش المساحه اللي ما بين الخطوط، ولكن يجبر المنافس ان هو يروح بالكوره على الطرف، ثم امام ينزل للعمق عشان يقفل العمق كدور اساسي منه كمركز 8. ثم بعد كده ودي الحته المهمه جدا بالنسبه لي، ان امام بمجرد ما بيرسي تاو خد الكوره وجري على الطرف، امام ضرب سبرنت بمنتهى السرعه وبمنتهى القوه عشان يوفر نفسه كخيار تمرير ويقدم السبورت والدعم لبيرسي تاو، قدامنا واستلم الكوره فعلا ما بين 4 لعيبه اكيد. وقدر ان هو يسدد تسديده قويه جدا. تمام، طيب باقي الصور برضو بتتكلم على تحرك امام لغايه قدام لغايه لما يكمل مع بيرسي تاو يا شناوي. بالظبط. تمام، طيب عندك اي اضافه اخيره؟ لا هو ما عنديش اي اضافه، كنت حابب اتكلم على الهدف الرابع بتاع كريم فؤاد والهدف الثاني برضو بتاع بيرسي تاو.
كنا اتكلمنا في بدايه اللقاء يا محمد ان احنا شفنا الاداء الفردي والقوه والمهاره، ولكن برضو كان في لمحه جماعيه من لاعبي النادي الاهلي في الهدف الرابع اللي هو هدف كريم فؤاد باسيست طبعا احمد عبد القادر بالكعب. الهدف ده كان فيه 14 تمريره متتاليه شارك فيها 10 لعيبه من فريق النادي الاهلي. ده حاله بتنم وبتوضح ان فريق النادي الاهلي شغال جماعيا، عنده لمحات جماعيا، على الهوا ولكن معانا اهي. تمام تمام يا حماد، تمام جدا. تمام. انا بشكرك جدا على كم المجهود والتحليل الرقمي، وكمان على السكاوتنج اللي عملته بخصوص تحركات امام ورضا، ونتمنى التوفيق يا رب للاهلي خلال الفتره الجايه. حماده الشناوي محلل اداء، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل المتعلقه بمباراه المصري. ده الجانب التحليل الخاص بمباراه الاهلي والمصري، وفي جوانب اتكلم عليها الشناوي في مساله تحركات رضا وتحركات امام والشغل الجماعي اللي تم بين خلال اللاعبين في الملعب، لان النهايه الارقام دي او النتائج دي مش نتائج فرديه، ده اداء عمل جماعي لجهاز فني مع اللاعبين في ظل وقت ضيق جدا ما بين لقاء اتحاد العاصمه مع لقاء المصري. طيب ده ماتش اتحاد العاصمه وماتش المصري، عندنا موقعه تانية وعندنا بطوله جديده، دوري ابطال افريقيا يوم الاحد اللي جاي، ماتش الذهاب مع سان جورج الاثيوبي، ده لقاء الذهاب هيتلعب في استاد القاهره لان ملعب سان جورج غير معتمد، فبالتالي تم الاتفاق مع الاهلي ان لقاء الذهاب يتلعب في القاهره، ولقاء العوده هيكون ان شاء الله يوم الجمعه اللي بعدها على طول يوم 29/9. ولكن الفريق بيستعد ازاي؟ النهارده على طول كان في تدريب، امبارح كانت في مباراه، رجعوا من برج العرب بالليل، النهارده تدريب، في تدريبات لغايه يوم السبت، كل التفاصيل دي بالتاكيد هنعرفها من خلال زميلنا محمد توفيق اللي موجود حاليا في ملعب التتش بالجزيره، لسه راجع من السعوديه، ادى مناسك العمره. بالتوفيق يا محمد، وعمره مقبوله يا رب ان شاء الله، وعايز اطمن منك بقى على استعدادات الفريق لمباراه سان جورج الاثيوبي باذن الله. مساء الخير يا محمد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي في كل مكان. زي ما قلت في مقدمتك، مباراه قويه في السوبر الافريقي، من بعدها على طول دخلنا في بطوله الدوري، 3 4 ايام على طول وهتلعب في بطوله جديده دوري ابطال افريقيا والحفاظ على اللقب باذن الله رب العالمين. يمكن زي ما انت شايف يا محمد، ده قدر النادي الاهلي، تقريبا كل 3 ايام بتلعب في بطوله، وداخل كل بطوله وانت حامل اللقب داخل تدافع عن لقبك، فده طبعا قدر الكبار، والنادي الاهلي اعتقد هو اكبر كبار قاره افريقيا الحمد لله رب العالمين. يمكن طبعا كلنا اطمننا من الاداء امبارح محمد امام النادي المصري، وكانت بدايه قويه جدا ليه باذن الله في بدايه مشوار اللقب ال 44 من بطوله الدوري العام، وان شاء الله كمان تستمر هذه البدايه وباذن الله بشكل كبير جدا، يكون الاداء كبير جدا امام سان جورج باذن الله رب العالمين. يمكن على طول بعد المباراه في النهارده تدريب على طول باذن الله، التدريب هيبتدي فيه تمام السادسه مساء، التدريب هيكون عباره عن تدريب استشفائي للمجموعه اللي لعبت المباراه امبارح بشكل اساسي. يمكن تقريبا التغييرات كلها محمد كان 5 تغييرات دفعه واحده حصلوا في الدقيقه 80، معظم اللاعبين اللي لعبوا المباراه بشكل كامل هيكون تدريب استشفائي فقط ليهم، بقيه المجموعه هتقود يعني هيتم اداء مران قوي ليهم جدا بشكل كامل، ومن بكره باذن الله مستمرين في تدريباتنا استعدادا لسان جورج زي ما قلت في الدور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. يمكن طبعا كل اللاعبين الحمد لله بحاله جيده، يمكن طبعا كان غياب اكثر من عنصر امبارح للايقاف، سواء حسين الشحات، صلاح محسن او محمود عبد المنعم كهربا، كمان هنفتقد لجهود رضا سليم ابرز لاعبي الفريق المنضمين حديثا واللي ادى اداء اكثر من رائع بالامس طبعا في مباراه دور ال 32 لتراكم الانذارات عليه محمد منذ ان كان في فريقه القديم الجيش الملكي المغربي في بطوله الكونفدراليه العام الماضي، ولكن ان شاء الله يكون متاح تحت امر الجهاز الفني في مباراه العوده باذن الله، لانه كان بالفعل تم ايقافه مباراه مع الجيش الملكي المغربي امام نفس منافسه الاهلي في بطوله السوبر الافريقي اتحاد العاصمه الجزائري. باستثناء كده كل اللاعبين الحمد لله في حاله اكثر من جيده، يمكن بس بيرسي تاو الحمد لله اموره كلها طيبه، ولكن هيخضع برضه لاختبار طبي بسيط كده مع الجهاز الفني ودكتور احمد جاب الله قبل بدء التمرين، ولكن طبعا بقيه اللاعبين الحمد لله بحاله جيده. يمكن طبعا عمرو السوليه محمود متولي هم ابرز الغايبين، ولكن الحمد لله كلمنا مع طبيب الفريق واكد لنا ان هم بيسيروا في برنامجهم الاستشفائي بشكل اكثر من رائع. كريم فؤاد يمكن يعني ابرز المكاسب من وجهه نظري في مباراه الامس انه رجع الحمد لله واطمنا عليه، وكمان احرز هدف. ان شاء الله كمان اكرم توفيق في القريب العاجل يكون مع الفريق ويشارك في المباراه طبقا لرؤيه الجهاز الفني، وبقيه اللاعبين الحمد لله حالتهم اكثر من رائعه ان شاء الله. يعني محمد محتاجين كل لعيب يكون باذن الله في حالته البدنيه والفنيه تكون في اعلى مستوى ليها عشان يساعد زمايله باذن الله، خاصه في ضغط مباريات كبير جدا سواء الدوري بعد كده دوري ابطال افريقيا، وكمان بعد كده عندنا الدوري الافريقي. ان شاء الله يكون مستر كولر وكل اللاعبين موفقين سواء في اختياراتهم او في ادائهم في الملعب باذن الله رب العالمين. طيب محمد، عايز اطمن منك بس على اصابه بيرسي تاو، لان امبارح الكلام كتير عنده شد في الاماميه، لا كدمه خفيفه، انت قلت لي لسه الجهاز الطبي يعني هيطمن عليه، فهل عندك يعني تقرير مبدئي او حتى معلومه مبدئيه ايه طبيعه اصابه بيرسي تاو؟
لا هي الامور بسيطه جدا يا محمد، هي بس مجرد كدمه والامور بسيطه، وطبعا هيتعمل اختبار طبي وبنسبه كبيره جدا. هو كده تدريب استشفاء النهارده للمجموعه اللي لعبت بشكل اساسي، فهو كده كده مش هيشارك في التدريبات الجماعيه، ولكن هيكون بس تدريب استشفاء سواء في الملعب او في الجيم الخاص بلاعبي النادي الاهلي هنا، وباذن الله يكون موجود من بكره في التدريبات الجماعيه ان شاء الله تكون اموره طيبه، ودكتور احمد جاب الله يطمنا عليه بعد انتهاء التمرين باذن الله رب العالمين. وزي ما قلت لك بقيه اللاعبين الحمد لله حالتهم البدنيه والفنيه بشكل اكثر من رائع بتسير الامور، وكمان محمود متولي او عمرو السوليه باذن الله كمان قريبا هيكونوا مع الفريق باذن الله محمد. يمكن كل الاعضاء المنظومه هنا داخل فريق النادي الاهلي من جهاز طبي لجهاز فني اللاعبين كلهم بيعملوا هدف واحد بس، وهو اسعاد جماهير النادي الاهلي. يمكن ما حصلش توفيق في اول مباراه، ولكن كان كل الجميع يعني هدفهم وكلامهم، يمكن ده سمعناه في تصريحات اللاعبين والجهاز الفني بالامس، ان كل اللاعبين منظومه واحده مع الجهاز الفني مع كل الاجهزه المعاونه، هدفهم زي ما قلنا هو اسعاد جماهير النادي الاهلي وتحقيق الفوز في اي بطوله النادي الاهلي داخلها، خاصه انك مقبل على العديد من البطولات، وان شاء الله يكونوا موفقين في دوت باذن الله رب العالمين. طيب توفيق برضه هسالك على خالد عبد الفتاح، يمكن وانا ببص في ترند الاهلي قبل بدايه الحلقه لقيت مواقع كاتبه ان خالد الجهاز الطبي يفضل ان خالد يعني يتم عدم الدفع بيه دلوقتي، يتاخر ميعاد مشاركته في المباريات لغايه بس ما يطمنوا عليه عشان موضوع الاصابه او العمليات الجراحيه اللي اجراها في الكتف. هل ممكن خالد ما يكونش متاح على الاقل حتى نهايه هذا الشهر، ولا حقيقه الكلام اللي بيتقال في المواقع ايه؟ الحقيقه محمد ان من ساعه ما جه مستر مارسيل كولر واللي متعودين عليه بالصراحه يعني في النادي الاهلي ما فيش لعيب بيخش التدريبات الجماعيه غير وهو سليم بنسبه 100% من الناحيه الطبيه. خالد عبد الفتاح يمكن بيشارك كمان من قبل سفر الفريق للسعوديه لاداء مباراه السوبر، كان موجود بشكل طبيعي جدا في التدريبات الجماعيه. الدفع بيه في المباراه من عدم ودي رؤيه فنيه للجهاز الفني بالطبع، ولكن من الناحيه الطبيه هو موجود ومتاح تحت امر الجهاز الفني. المشاركه من عدمها دي كلها امور فنيه، يمكن طالما لعيب موجود سواء خالد او غيره كمان في التدريبات الجماعيه فكون مطمئن بنسبه 100% انه سليم من الناحيه الطبيه، ولكن طبعا الدفع بيه من عدمه دي بترجع للجهاز الفني وتقييم اللاعبين، هل هو فنيا قادر، هل هو حالته لياقه المباريات يا محمد، وده حاجه مهمه. انت بتتكلم في مباراتين، اول مباراه في الموسم كانت مباراه بطوله، وكلنا عارفين ان كانت القائمه 18 لاعب فقط، يعني يمكن لاعبين كتير جدا استبعدوا من السفر مش عشان حاجه، ولكن عشان انت متاح لك فقط 18 لاعب في قائمه المباراه. مباراه المصري بالامس يمكن ضربه بدايه مباراه قويه امام فريق كبير، فطبعا كان ما ينفعش انك تخاطر بحد في بدايه الموسم. كان طبعا الاعتماد على الشكل اكبر على اللاعبين اللي زي ما نقول خدوا نفس في اول مباراه امام اتحاد العاصمه ولعبوا مباراه رسميه، فده طبعا هيديهم افضليه اكتر عن اي لاعب تاني ممكن يشارك في المباراه. فدي كلها اعتبارات فنيه محمد بعيدا خالص على الاعتبارات الصحيه او الاصابه من غيرها، ولكن اي لاعب بيشارك في التدريبات الجماعيه فهو سليم 100%، وده طبعا السياسه اللي مستر مارسيل كولر متبعها منذ قدومه ودايما اتعودنا عليها في النادي الاهلي باذن رب العالمين. طب كويس وانت معايا على الهواء، لان احنا شايفين الملعب قدامنا وشايفين الجهاز المعاول لمارسيل كولر بيحط المعة الخاصه بالتدريبات، وزميلنا محمد توفيق قدامكم موجود على الشاشه. هل يا محمد في مباراه وديه بتتعمل دلوقتي واحنا قدامنا ملعب فاضي يعني ما بين مجموعه اللاعبين اللي ما شاركوش في مباراه المصري امبارح مع لاعبين من فريق الشباب، هل في مباراه وديه حتى اقيمت من حوالي ساعه او ساعتين؟ لان انا شايف المواقع كلها بتتكلم ان النهارده ما فيش تدريب، لا ده في مباراه وديه هيعملها كولر ما بين اللعيبه اللي ما لعبتش مباراه المصري مع عدد من لاعبي قطاع الناشئين. يعني الصورة أبلغ من أي كلام محمد، مهما نتكلم الصورة أبلغ بكتير جدا من الكلام. مستر مارسيل كولر منذ قدومه النادي الأهلي بقى السيستم بتاعه معروف ومحفوظ يا محمد، سواء بالنسبة لنا أو كمان لمتابعين النادي الأهلي في كل مكان. يوم المباراة تاني يوم على طول بيبقى فيه تدريب استشفاء للمجموعة الأساسية، تدريب عادي للمجموعة اللي ما شاركتش، لو حتى في أجازة وفي متسع من الوقت بيبقى تاني يوم، يعني مش تاني يوم المباراة على طول، اليوم التالي ليها هو اللي بيبقى يوم أجازة. ده بقى سيستم معروف جدا، أي حد بقى متابع النادي الأهلي بقى حافظ ده، فاستحالة يعني في التوقيت اللي احنا بنتكلم فيه دوت إنه يكون في مباراة ودية أو الكلام ده، فطبعا كلام عادي من الصحة تماما. كان احنا زي ما أنت قلت موجودين داخل ملعب التتش، خلاص الجهاز المعاون بيحط ادوات التدريب في الملعب، بيجهزوا الملعب للاعبين حالا دلوقتي جوه اوضه اللبس. المجموعه الاساسيه زي ما قلنا هتخوض تدريب استشفائي، المجموعه اللي ما شاركتش في المباراه بشكل كامل هيبقى ليها تدريب قوي جدا النهارده. انت بتتكلم خلاص يعني انت بتتكلم يوم الاحد عندك اول بطوله في بطوله اول مباراه في بطوله افريقيا داخل بتدافع على لقبك، مباراه مهمه جدا ايا كان المنافس. انت بتتكلم في دوري ابطال افريقيا بطوله قاريه محمد، البطوله أكيد الاكبر في القاره الافريقيه، فما فيش منافس سهل طبعا، ما فيش مجال يعني مجال للمفاجآت. انت بتلعب عشان تحافظ على لقبك، عشان تروح كاس العالم للانديه تاني وتالت ورابع، وعشان ترضي جمهورك اللي ما يقبلش بغير البطوله والمنافسه على المركز الاول. فاعتقد ان كل الكلام ده عالم الصحه، وزي ما قلت لك وباكد لك الصوره ابلغ من اي كلام. اكيد زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من ملعب مختار التتش بالجزيره. يوم الاحد ان شاء الله مباراه سان جورج الاثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني، المباراه تقام على استاد القاهره الدولي الساعه 8 مساء،
وبطاقم تحكيم وصافرة من طاقم تحكيم من تشاد. لقاء العودة هيكون يوم الجمعة 29/9 على استاد القاهرة الدولي، ولكن المباراة هتقام الساعة 7 مساء. رضا سليم، أنتوني موديست مش هيكونوا موجودين ومتاحين في لقاء سان جورج يوم الأحد المقبل. فاصل، وبعد الفاصل نرجع لآخر أخبار الترند. عندي تفاصيل كتيرة النهاردة عن أخبار الأهلي اللي موجودة في السوشيال ميديا، ولكن نطلع نتابع آخر أخبار الترند. كبيرة جدا. اهلا بحضراتكم من جديد، واخر اخبار الترند، والبدايه هتكون من ترند الاهلي. البدايه في ترند الاهلي من حساب القاهره 24. ملعب القاهره 24 بيقولوا خاص الاهلي يجهز شكوى للمجلس الاعلى للاعلام بسبب الشائعات ضد نجومه. حقيقي الفتره الاخيره الشائعات ضد لاعبي النادي الاهلي زادت عن الحد، وكل الشائعات بتدور حول ان الشناوي، محمد الشناوي كابتن النادي الاهلي وحارس مرمى النادي الاهلي، عنده مشكله مرة مع إمام عاشور، مرة مع كهربا، مرة مع مدير الكورة، مرة مع طبيب الفريق، مرة مع محمد عبد المنعم. ويبدو أن الشخص الذي يثير مثل هذه الشائعات يحتاج إلى موقف قوي. فالقاهرة 24 من خلال مصادر ليهم أن الأهلي يجهز شكوى. الأهلي قد يتقدم بشكوى، بيدرس الأمور من جميع جوانبها. هناك مجلس أعلى للإعلام أكيد بيتابع مثل هذه الأخبار اللي بتعمل بلبلة وإثارة في الرأي العام، فبالتأكيد لازم يكون في موقف قوي وقرار قوي ضد هذا الشخص اللي بيتعمد دايما إثارة الشائعات والبلبلة من أجل الترند. هو بيحب يكون ترند، بيحب يكون مشهور، بيحب الناس تتكلم عنه، فأخباره كلها بتبقى أخبار مغلوطة. وللأسف النوعية اللي زي دي محتاجة قرار قوي عشان كل واحد يعرف إيه الحقوق اللي ليه وإيه الواجبات اللي عليه. طيب نروح لحساب كرة بلس، وبيقولوا عاجل تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الجولة الثانية من الدوري. اتحاد الكرة يعلن تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بالجولة الثانية من الدوري، والتي كان من المقرر أن تقام 27 من الشهر الجاري، بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29/9 بدوري الأبطال. ده بيان رسمي طبقا للمنشور في كورة بلس عن رابطة الأندية. على فكرة ماتش الأهلي وسان جورج لقاء الذهاب يوم الأحد اللي جاي الساعة 8 بتوقيت القاهرة. اتحاد الكرة أو رابطة الأندية لما وضعت مباراة سيراميكا يوم 27/9 كان على أمل إن ممكن لقاء العودة مع سان جورج لقاء الإياب في القاهرة ممكن يكون 1 أكتوبر. ولكن فريق سان جورج هيلعب لقاء الذهاب في القاهرة. فبالتالي مش محتاج إنك يعني الفريق يفضل قاعد في القاهرة من يوم الأحد لغاية الحد اللي بعديه. فبالتالي تم تبكير موعد لقاء الإياب عشان يتلعب في أول يوم من مواعيد أجندة الكاف. المباراة هتتلعب يوم الجمعة، وده لقاء الأهلي، ده لقاء الإياب على استاد الأهلي استاد القاهرة، والمباراة دي هتتلعب الساعة 7، لكن لقاء الذهاب هيتلعب الساعة 8 بإذن الله. طيب حساب كرة 11، سيعودون قريبا. الأهلي يحدد موعد مشاركة 5 مصابين في المباريات الرسمية، ده من أجل دعم الفريق في البطولات التي سيشارك بها الأهلي. مين الخمسة؟ عمرو السولية وهو عنده تمزق في العضلة الخلفية، متوقع عودته خلال 3 أسابيع. محمود متولي، يعني في تخوف من تجدد الإصابة، ولكن هيبدأ يشارك تدريجي في التدريبات خلال الفترة اللي جاية. خالد عبد الفتاح، وده الجزء اللي سألت فيه زميلنا محمد توفيق، لأن الطبيب، وده على عهدة كرة 11، بيقول إن الطبيب أوصى بعدم
عوده خالد عبد الفتاح الا بعد اسبوعين، لان كان المطلوب ان خالد ما ينزلش تدريبات ولا مباريات الا بعد شهرين من اجراء العمليه الجراحيه اللي اجراها في التركو. الف مليون سلامه على لاعبتنا. طيب نروح لحساب اليوم السابع، كولر يحدد موقف اكرم توفيق من المشاركه مع الاهلي في مباريات الدوري، وزي ما قلت لحضراتكم وزي ما قال زميلنا محمد توفيق ان كريم فؤاد دفع كولر بيه في التوقيت اللي شايفه مناسب وربنا كرمه واحرز هدف. اكرم توفيق جاهز، اكرم توفيق ما عندوش مشكله الحمد لله طبيه ولا بدنيه، ولكن امتى الدفع بيه في المباريات هتبقى وجهه نظر فنيه لمارسيل كولر. ما تنسوش ان الاهلي لما كان موجود في المعسكر النمسا سافر اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور الى الطبيب النمساوي واللي عمل فحص طبي على الثلاثه وادى كارت اخضر لمشاركه الثلاثه في التدريبات والمباريات. امام بيشارك، كريم امبارح لعب، لسه توقيت اكرم، وبالتاكيد ان شاء الله نستنى الفتره المناسبه اللي ممكن يدخل فيها اكرم توفيق، لان كل ما يكون عندك اكثر من لاعب في اكثر من مركز ده بيبقى شيء رائع جدا عشان تقدر تريح، تقدر تعمل استشفاء، تقدر تعمل تدوير كل 3 ايام مباراه، ومن بطوله لبطوله لبطوله، مش بطوله واحده، ده انت بتنتقل من بطوله لبطوله ثانيه. ولسه حتى بعد ما نخلص ماتشين سان جورج هنروح على بطوله ثانيه، بطوله الكاس يوم 4 اكتوبر نصف نهائي الكاس البطوله الماضيه. نخلص من ده هتبدا الاجنده، تطلع الاجنده بتاعت المنتخب منها على ماتش سيمبا، ماتش الافتتاح يوم 20/10 باذن الله في ملعب بنجامين مكابا في تنزانيا. حسابي يلا كوره ومصدر ليلا كوره بيسالوا على موضوع بيرسي تاو. المصدر قال ان بيرسي تاو تعرض لاصابه بكدمه قويه وسيخضع لفحص طبي لتحديد موقفه من مواجهه سان جورج الاثيوبي. زميلنا محمد توفيق برضه اكد لنا ان الكدمه الحمد لله مش قويه والنهارده هيتحدد موقف بيرسي تاو. حساب في الجول بيتكلم على الثنائيه الرابعه لتاو. سجل بيرسي تاو هدفين في مباراه واحده مع الاهلي للمره الرابعه خلال مسيرته مع الفريق الاحمر في مختلف البطولات. ضد الاسماعيلي احرز هدفين والاهلي كسب 4. ضد وفاق سطيف الجزائري احرز هدفين والاهلي فاز 4. ضد الترجي التونسي كمان احرز هدفين. ضد المصري احرز هدفين. بيرسي تاو كواليتي لاعب اجنبي من الطراز الفريد اللي ما كانش موجود في الدوري المصري خلال اخر 10 سنين بصراحه. حساب بطولات، اتحاد العاصمه بيرد عبر بطولات على امكانيه بيع بلعيد الى الاهلي. كان في كلام ان طلع بدر الدين او كان في كلام طلع يعني على بلعيد انه ممكن ينضم للاهلي، ولكن بدر الدين جعفر المتحدث الرسمي لاتحاد العاصمه قال ايه والكلام ده على مسؤوليته هو. قال كان هناك اهتمام من الاهلي بضم اللاعب رسميا، ولكن اللاعب عنده شرط جزائي ولن نقف امام رغبته اذا كانت هي الرحيل الى الاهلي، ولكن حتى الان الاهلي لم يتحرك بشكل رسمي لدفع شرط جزائي وضم اللاعب الى صفوفه. عموما القيد المحلي اتقفل، فاذا كان هناك رغبه في هذا الموضوع كلام لسه على ميركاتو الانتقالات الشتويه. طب حساب كره 11، وفي تصريح لجوفاني ألبر نجم بايرن ميونخ السابق ومسؤول التسويق الحالي في النادي الالماني. قال ايه؟ اذا رغب مسؤول الاهلي في مشاهده استاد أليانز أرينا على الطبيعه من اجل الاستفاده لبناء استادهم الجديد سيكون لنا شرف استقباله. ده تصريح من جوفاني ألبر نجم بايرن ميونخ السابق وحاليا هو مسؤول التسويق الحالي في النادي الالماني. طيب نروح للترند المحلي، والنهارده اتحاد الكره اعلن رسميا عن معسكر منتخبنا الوطني اللي هيتلعب في مدينه ابو ظبي وتحديدا في مدينه العين عشان معسكر جيد قبل تصفيات كاس العالم اللي هتنطلق في شهر نوفمبر. تعاون مستمر بين مجلس ابو ظبي الرياضي والاتحاد المصري. العين تحتضن معسكر منتخب مصر اكتوبر المقبل. عارف العواني، نرحب بالجماهير في وديتي الفراعنه امام زامبيا والجزائر. جمال علام، اقامه المعسكر بالامارات يضمن النجاح وتحقيق اقصى استفاده فنيه. سيف الوزيري، التعاون مع مجلس ابو ظبي اكيد بيكون له تاثير ايجابي على تحضيرات منتخبنا في المرحله المقبله وعلى التعاون الرائع ما بين مجلس ابو ظبي الرياضي وبرزنتيشن وايضا كمان اتحاد الكوره في جميع المحافل سواء خاصه بمنتخبنا او حتى في استضافه كاس السوبر للانديه الابطال في شهر ديسمبر في ابو ظبي. معنى كده ان المباراتين او المباراتين اللي هيلعبهم منتخبنا هتكون في استاد هزاع بن زايد. بدا العد التنازلي، منتخبنا الوطني لكره القدم يستعد لمعسكر تدريبي مكثف بدوله الامارات العربيه
وده في اطار التعاون اللي تم بين مجلس ابو ظبي الرياضي وتصريحات للاستاذ عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي والمتحده للتسويق الرياضي من خلال استاذ سيف الوزير وتصريحه على هذا التعاون الموجود مع مجلس ابو ظبي. هنلعب مع زامبيا يوم 12 اكتوبر في استاد هزاع، وهنلعب مع الجزائر يوم 16 اكتوبر، وعلى طول بعد مباراه الجزائر على طول لعيبه الاهلي هتنضم للنادي الاهلي عشان ماتش سيمبا يوم 20. كويس ان الماتش 16 مش 17، ولكن لسه الاهلي عنده ازمه في مساله سفر علي معلول، سفر بيرسيتاو واليو ديانج، يعني هيبقى امر صعب جدا في الوقت، لان كمان معلول هيكون في اليابان، لو سافر في الطيران الطبيعي يوصل ليله مباراه سيمبا. يعني اتمنى يلحق ويتشاف حل للمساله دي مع رابطه الدوري الافريقي الاي اف ال، تقدر تاخد قرار خلال الساعات اللي جايه. كره 11 وبيتكلموا على ان في امر سلبي وسيء للغايه، روي فيتوريا يخرج عن صمته ويطالب اتحاد الكره بسرعه التحرك لحل ازمه الجماهير المصريه. طيب فيتوريا على فكره بيتكلم على فكره ضروره ايجاد حلول عاجله لازمه عزوف الجماهير عن حضور مباريات منتخب مصر. بصراحه يعني انا بشكر روي فيتوريا على انه حط ايده على المشكله دي، ولازم المسؤولين عن اتحاد الكره يشوفوا حل للموضوع ده. لو هناك قرارات بتسبب ازمات مع الجماهير يبدا يتشاف حل، عشان منتخبنا ما ينفعش يتضرر من قرارات سلبيه بتؤثر على الانديه، وبالتالي بيبقى منتخبنا ضحيه هذه القرارات والمنتخب ما بيحضرلوش جمهور. طيب سؤال الحلقه النهارده، رايكم في اداء الاهلي امام المصري ومين نجم المباراه؟ استاذ عصام بيقول ليست قوه ولا اثنين ولا ثلاثه بل قوه رباعيه، اداء، سيطره، انسجام، استحواذ. تحياتي ليك يا استاذ محمد، شكرا ليك يا استاذ عصام، شكرا جزيلا لحضرتك. استاذه نوره بتقول مساء الخير، نجم المباراه كولر انه قدر يخرج الفريق من حاله الخساره للشكل الروعه اللي ظهر بيه الفريق امس، وحاله الانسجام والحب اللي بين اللعيبه. مظبوط يا نوره، انا قلت الجزئيه دي، كولر نجح في التعامل النفسي بشكل رائع جدا. استاذ عبد الله رضوان بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، مباراه كبيره للاهلي خصوصا في الشوط الثاني، بصراحه كلهم نجوم لكن رقم 10 وشه حلو على بيرسيتاو. امام عاشور عندك المزيد، لكن وجهه نظري كوكا هو نجم المباراه لانه جاي من بعيد، كون انه يلعب اساسي على مروان عطيه فده شيء مش سهل، دي البدايه يا اهلي لكن اللي جاي صعب. الناس بصراحه مذاكره ومركزه في التفاصيل. استاذ رمضان بيقول اداء رائع ومميز جدا وتالق وابداع من جميع اللاعبين بلا استثناء، واداء فردي مميز من امام ورضا سليم وتاو. نجم المباراة هو الفريق بالكامل، لاعبين وجهاز فني وأداء وروح في كل أجزاء المباراة، يظهر التميز الفني والخططي على أرض الملعب في كل جوانب المباراة. شكرا ليك يا أستاذ رمضان. قدر الإمكان حاولت كده أخد أراء سريعة على أداء الأهلي أمام المصري وكمان مين هو نجم المباراة. في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وإلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.